الضغوط النفسية دي يا دكتور أمجد هي ممكن توصلني إن أنا أتعب نفسيا وأروح للدكتور، ولا أنا المفروض أتربى بطريقة تخليني مرن وقادر أتعامل مع الضغوط دي علشان ما أوصلش لمرحلة المرض؟ يعني دايما نقول الوقاية خير من العلاج يعني. علاقة الضغوط بالحدوث الأمراض النفسية، بس هو في نقطة احنا بنتكلم فيها امتى اروح لطبيب نفسي. هي النقطة دي فيها نقطتين، فيها حتة الوعي بالمرض او الوصمة اللي الدكتورة هند اتكلمت عنها، حتة الوصمة الخوف من الاستجمة من الوصمة بالمرض او حاجة ده ممكن بيأثر على المريض او اللي حواليه احيانا. لكن في نقطة مهمة جدا هي وعي المريض بأعراضه وبالمرض نفسه. احنا عندنا تقريبا تلتين المرضى بتوعنا لا يعوا انهم مرضى نفسيين، وبالتالي بتاع المسؤولية هنا على المحيطين بيهم اللي بيلاحظوا تغيير زي ما حضرتك ذكرتي في السلوك او في المشاعر بتاعته او في الاداء الوظيفي، ومش بشرط ان هو يوصل لدرجه العطله او الغياب التام عن العمل بتاعه، لا ده ممكن التغير الكمي حتى او الكيفي في الموضوع يكون مؤشر على ان في تغيرات، ان انا داخل على مرض. وبناء عليه نوصل للنقطه اللي حضرتك بتقول عليها ان الوقايه خير من العلاج، ان انا ازاي ابريدكت او القط امتى العلامات المرضيه بدري بحيث ان انا اقدر اساعد الشخص ده في بدايه المرض. النقطة المتعلقة بالضغوط النفسية أو ما يحدث من ضغوط حياتية تأثر على الفرد بحيث إن هو يدخل في دائرة المرض النفسي، عادة ده بنسميه عامل مرصب. يعني إيه؟ يعني الشخص اللي هيصاب بمرض نفسي ممكن يبقى ناتج نتيجة ضغوط حياتية أو ضغوط نفسية مستمرة لفترات طويلة، وبالتالي بدأت تعمل تغيرات تركيبية أو خلل في الهرمونات بتاعة الشخص فدخلته في اضطراب نفسي، وده أحد مخاطر الضغوط النفسية. لكن احيانا يبقى المرض النفسي هو كده كده الشخص هيصاب بالمرض النفسي، والضغط ما هو الا عامل مرصب سرع من حدوث الاعراض. فاذا كانت الضغوط لها علاقه بظهور الاعراض يبقى الضغط النفسي هو المسبب للمرض، وده بيقاس بفتره زمنيه تقريبا تتراوح من خلال 6 شهور او 3 شهور من حدوث الضغط. يعني انسان اتعرض لازمه، اتعرض لفقد حد، اتعرض مثلا لضغطه ماديه، لفقد في الشغل، اي ضغوط صحيه، بعدها بدأت تظهر عليه تغيرات نفسية. هنا هنقول إن الضغط النفسي له علاقة بإحداث المرض النفسي، ظهور المرض النفسي.